فاتنا في البداية ان احنا نهني المهندس فرج عامر عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي سموحة من خلال انتخابات قوية وحضارية الحقيقة. باشمهندس ألف ألف مبروك. الله يخليك يا إبراهيم بيه، أنا بشكر حضرتك وبشكر عدلي بيه. تحياتي وتحيات المهندس عدلي وتحيات كل الأهلاوية ليك. العفو ده ليه، ده شرف عظيم طبعا. حضرتك أخ عزيز وعدلي بيه وأخ عزيز وأستاذ كبير خبرة عظيمة، وبهنيه برئاسته لشركة الكورة وكل نجاح بالسليم على حضراتكم. ده انت هتتفاوض معاه على الهوا كده واضح. لا ده حبيبي ده يا ابراهيم بيه، ده الوحيد اللي ما بعرفش ابدا اغلبه، ما بتاخدش معاه حق ولا باطل ولا عمري احاول اغلبه، ولا حد بيطلع غالب او مغلوب، كلنا لازم نطلع كسبانين. بص حضرتك استاذ التفاوض في مصر، محدش ولا فرج بيه وفرج بيه، لان احنا يعني فاحنا للاسف المكالمه دي جايه في اخر برنامج، عايزين بس تقول لنا كيف وانت يعني الاسم اللي كان مرادف لنهضه سموحه، قضيت الوقت ده بعيدا عن سموحه ازاي؟ وقدرت ولا ما قدرتش؟ وكنت متوقع ترجع ولا لا؟ بسرعه كده في دقائق نسمع منك. والله بص انا الغلطان الاكبر في الموضوع ان انا بعدت عن سموحه. انت حضرتك ما انساش كلمه في يوم من الايام في تراك نادي سموحه يا عادلي بيه، قلت لي الشغل اللي انت عامله ده يعيشك طول عمرك رئيس نادي سموحه. عمري ما انسى كلمتك دي. والله يعني ده حصل يا ابراهيم بيه الكلام ده. صحيح. وبعدين انا باخد يعني الكلمه دي انا عمري ما انسى. انا المره اللي فاتت استهترت جدا بالانتخابات واوكلت ناس من زملائي يعني في مجلس الاداره ان هم يعملوا العمليه الانتخابيه، وكنت يعني في حاله استرخاء شديد جدا، وكنت واثق بان الامور ماشيه تمام التمام. يعني الحقيقه الواحد لما تجول معاك في النادي يا فرج بيه وشفت حجم المنشات، الصاله بدل الصالة 2 و3 و4، بدل الملعب 2 و3 و4، حاجات كانت على أعلى مستوى، وحجم توقعاتك كان سابق الكثافة بتاعة العضويات، بحيث أن كل الناس تقدر تيجي وتمارس الرياضة وتيجي وتقضي أيام طبعا كان لازم يعني أشوف أن نادي سموحة ده اتخلق خلال الفترة دي بشكل عبقري، ولذلك انا بقول لك كيف استطعت ان تتحمل البعد؟ كنت طبعا نفسيا حزين جدا، لكن انا طبعا راجل مؤمن بربنا والحمد لله، وعارف ان ربنا بيجيب الخير، وفعلا اتعلمت درس مستفيد جدا، لكن انا كنت عندي مراره شديده جدا، وكان عندي لان حصل ظروف ما كنتش متخيلها، وكنت متألم لألم أسرتي كلها ومعارفي كلهم وحبايبي كلهم، وحضرتك وإبراهيم بيه من حبايبي، والكابتن طبعا الأخ العزيز الفاضل الجميل، فكنت حاسس بمرارة شديدة وبانكسار. يشاء العلي القدير إن تيجي الانتخابات بعد سنة ويحصل اللي حصل، وأنا بعيدا تماما عن النادي بعيدا، واتفاجئت إن يوم ما حصل الكلام ده الناس الكبار اللي في النادي كلهم جم عندي البيت، والدكتور فاروق الجيار اللي كان رئيس النادي قبل ما انا اكون رئيس، الاستاذ الدكتور فاروق الجيار والدكتور عبد المنعم السجيني والناس الكبار بتوع النادي كلهم جم قالوا لي انت لازم تيجي النادي، احنا ما بندخلش النادي، احنا ما بنروحش النادي، احنا حاسين ان الدنيا مظلمه اللي حصل. فانا نزلت الانتخابات وكانت الدعايه 10 ايام، وقفت ما لا وزعت ابيض ولا احمر ولا اصفر ولا اخضر، والناس جت بطريقه كانت مذهله مذهله، بكاء وعياط وحب واحضان، واسفرت عن الكرم بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وانا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيهدر حق ابدا. ويمكن يا ابراهيم بيه برضه هقول لك، كنت انا وعدلي بيه دايما قاعدين في الصيف مره كده واتكلمنا، وكان حوار الكلام بتاعنا دايما وفي فتره كده عدي بيه حكيتك عليها، ان دايما ربنا اسمه الحق وربنا طبعا عمره طبعا ما بيضيع اجر من احسن عمل. هو انا بس المفارقه الغريبه في هذا الامر
انك انت ما كنتش احد الطاعنين على انتخابات الرئاسه، يعني غيرك اللي طاعن، وكان القدر اراد ان يعيدك الى معشوقك. بص ما طعنتش، بس عايز اقول لك على حاجه طبعا من خلال البرنامج، اسمح لي بقى. طب. انا طبعا اهلاويه كتير قوي 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 طبعا. انا بص الناس كل الانديه فوق دماغي، كل الانديه انا بحترمها، وكل المجال الرياضي اخواتي وحبايبي، لكن انا بقول لك واقع، ناس كتير جدا من الاهلي كلمتني قبل الانتخابات تطمن عليا، بس بقى اللي الجميل ان الكابتن محمود الخطيب يكلمني تقريبا الساعه واحدة ويقول بالليل ويطمن عليا بشياكه برقي، بكلام بسيط، كلام مختصر، كلام لطيف جدا، رفع معنوياتي بشكل جبار جبار. وبعدين اول واحد اول واحد يهنيني كان الكابتن محمود الخطيب بكلمتين لذاذ جدا، قال لي اشكر ربنا ويحمد ربنا ومبروك وربنا يوفقك، كلام جميل وبسيط ولطيف كعادته. بعد كده كلمني الدكتور حسن مصطفى بعديها بخمس دقايق، والكابتن حسن حمدي كلمني، والحاج جمال الجرح كلمني، وأهلاوية كلهم بقى، ناس كتيره جدا من مجلس الاداره، وناس كتيره 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 جدا كلمتني، فانا بتقدم لهم. انا بس عايز اقول حاجه فرج بيه عشان الناس يعني اقرارا للحق، يعني انا كنت اعلم ان ابنك اهلاوي وكنت بتاخده وهو صغير عنده 10 سنين بالسواق يروح يخليه يحضر تمرين نادي الاهلي ويرجع، ورغم كده احترافيتك. لا انا امه كانت تروح معايا تتفرج على تمرين الاهلي. ايوه لا انا بس عايز انا بحكي الواقعه دي ليه؟ عشان اشير الى احترافيتك الشديده وانك حاطط سموحه في الاولويه. طبعا لن تنحاز يوما من خلال حبك او حب اسرتك للنادي الاهلي الا لمصلحه وكثيرا من الصفقات كانت بتذهب الى الزمالك لانه كان بيديك المبلغ الاكثر، ولذلك انا بقول ربنا يستر من عودتك دي. بقول ربنا يستر من عودتك لانك انا عارف ان جاي مستنفر. لا بص يا بيه، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. الحمد لله انا الناس الاهلي عازوا الحمد لله بالشياكه وبرقي وباحترام، والزمالك عازوا بالشياكه ورقي واحترام. بالظبط بالظبط، وحاجه راقيه، لكن انا بنسى العاطفه والمسؤوليه، انا قدام ربنا انا سموحه ثم سموحه ثم سموحه. مؤكد، وانا شاهد في صفقه طارق حامد كيف تعاملت معنا، وفي النهايه مصلحه سموحه هي اللي خدتك انك تاخد القرار. انا بس حابين ان اشكرك. يعدي بدل تمره جيت لي، انا كنت عيان فرحت بيك قوي 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 قوي، وقلت يا عدي بيك كذا كذا، وبعدين وانت قاعد قلت لي احنا عايزين فلان الفلاني. ايوه خلاص ما بترحمش يا عدي بيك، والله ما بترحم. انا لازم اقول للناس كلها والله ما بترحم. ربنا يديك الصحة مع بعض مش هتخلصوا. مرة عدي بيه قال لي ايه؟ طب هقول لك حاجة، بدل ما نتكلم كده طب ما تجيلي البيت، قلت له لا. كمان كمان البيت. ها انت ناوي على ايه؟ كنا في الساحل الحقيقة. وقلت للكابتن محمود الخطيب ابوس ايدك ابوس ايدك، اي حد الا الكابتن عدي. والله العظيم بقول لك انتوا الاثنين هتبقوا صعبين مع بعض قوي. لا ابدا ابدا، يجمعنا الحب والاخلاص. حبيبنا بس بقول ربنا يخليك يا باشمهندس. شهاده للحق، شهاده للحق. بس وفاكر انا مره كلمني في التليفون قال لي انت عارف انا جبت مين النهارده؟ قلت له مين؟ قال لي بركات. قلت له ايه رايك؟ قلت له ربنا يبارك لك. عمل له كلام قال لي ده انا مش عارف، انا مسافر النهارده اجيب قول معايا الناس اللي هم بتوع انجولا. فلافيو وجلبرتو. واسمه ايه ده لما كان صغير اسمه فيليكس. فيليكس لا فيليكس ده في غانا من زمان. ما شوف العلاقه ممتده من زمان. بص يا فرج بيه، لولا ان المكالمه تاتي في نهايه البرنامج حديث الذكر لولا ان المكالمه تاتي في نهايه البرنامج حديث الذكريات ده يمتد ويمتد، وهيكون لنا لقاءات اخرى. حبينا نبارك لك، وحبينا نبارك لنادي سموحه وكل الامنيات الطيبه بنجاحك ونجاح نادي سموحه، ونراك في الافضل دائما. شكرا يا فرج. الف مبروك، وشكرا جزيلا للمهندس فرج عامر عودته لرئاسه نادي سموحه.